يا ام عامر خلص الغاز والطبخ بعد ما مستوي. هسه اروح لك للجواري نجيب لك دبه ونكمل طبخ الامام الحسين عليه السلام. هلا بخدام الحسين، الله يطول بعمرك يا ابويا، وان شاء الله الامام الحسين ما ينسالك هاي الخدمه. هاي ابويا الحق لنا، غاز خلصنا وطبخ الحسين بقى على النص. ابويا صديق كذيب، هسه اجيب لك 100 دبه من جماعتي، الناس تتمنى تخدم الامام الحسين يا ابويا. روح ابويا ارد اشوف من يطيق غاز، شوف اذا ما خجلك جماعتك. يا ابو عبد الله الحسين سويت لك طبخ اليوم وخلص الغاز، واريدك لا تفشلني بجاه زينب الحوراء عليك. ابني خلي هاي الزباله بالكرتونه. ويا بسام، حمزيان لقيتك هنا، اليوم جاي على الله وعليك، مسوي طبخ للحسين وخلص الغاز مالتنا، ورايد من يمه قنينه حتى نكمل طبخ الحسين. حبيبي عامر، طبخ الحسين على عيني وراسي، من تريد تطبخ؟ حضر غازك، حضر قوزانك، مو تبلش بالطبخ وتظل تطلب من العالم، اريد غاز، اريد قوزان، يلا امشي منا منطق. يابا ليش ما تطيق قنينه؟ خليه يكمل طبخه ابو عبد الله الحسين، اذا مو خاطره الخاطر امام الحسين. ابني، هذا اذا طيق قنينه راح يظل يتعلم هو امثاله يبقون يطلبون. عمو زيوني مشكور انت، وانت اخويا بسام، حتى لو تطيني قنينه ونفسك وراها ما اريد انها، الامام الحسين ان شاء الله ما ينسى خدامه. اخويا امروتك مسوي طبخ للحسين وخلص الغاز، ورايد من يمك قنينه بس اكمل من يمها طبخ وارجعها لك. صدق كذب اخويا، كانك على غاز بيتي وحلالي كله فدوه للحسين، تظن ناس تجيب قنينه واجه. جزاك الله خير الجزاء يا اخويا. اخويا هاي القنينه ان شاء الله الامام الحسين ما ينساك يوم المحشر. اخويا فعلا جماعتي فشلوني، بس واحد ما اعرفه وعده بس هاي القنينه والطانيه، وقال لي يستاهل ابو عبد الله الحسين. ابويا ما يخدم الحسين خسران بالدنيا والاخره.